حسين يا غريب زعام الحي الهطال يا معهد الالف ويا جنة الفردوس دانية القطف جذبنا أحاديث الهوى وانطوت لنا قلوب على صاف المودة والعطف أيا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم فذكرتني قبر البتولة إذ عفي شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل الف لدى كل فرد من رفاقتي الفي وما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مخفي إلى أن قضيت مكسورة الضلع مسقطا جنين لها بالضرب مسودة الكتف يا قلب يا قلب ذوب وهل يا دمعي يا دمعي على الماتت وتصرخ يضلعي